السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم بغيت نقدم لكم ونطيب معكم شباغيتي افيك فوي دي مير، يعني مير سبوشت محار البحر والكالاماريس والجامباس. طريقة سهلة جدا ولذيذة وفرجة ممتعة. غنخليكم مع المقادير. وعندنا شوية الجامباس، عندنا الكالامار هو قطعته صغير هكا، تقدر تقطع على جوج اللي يبغى. عندنا شوية محار البحر، عندنا فوي دو مير هي مخلطة شوية، وهذا الشيء اللي كاين، وشوية الأعشاب المناسبة، شوية البصلة، شوية الثوم، الحباق، زعتر، عندنا شوية البسباس، شوية الفلفل الحار، غنحتاجو غير شوية صافي، والربيع. إلا ما كاينش بزاف ديال الأعشاب الواحد يستعمل غير الربيع ولا اللي كاين. المهم عندنا هنايا شباغيتي، وكما كتشوفوا هذه شباغيتي شويه مغلوقه ماشي بيضه، لان هذه هو دوريجين. كاين بزاف ديال الشباغيتي يعني اللي بيض، وملي كتيبوها غتخرج رطبه بزاف. بحال هنايا في اوروبا كيتيبوا شباغيتي نص طايبه باش تخرج زعما مزيانه، خصو الواحد يلاحظ الشركات اللي معروفين بالشباغيتي وتكون هات فايس بالالمانيه، وهي سميده وتكون شويه مغلوقه ما تكونش بيضه. هذا مهمه جدا، لان الا استعملتوا شي شباغيتي بيضه كتخرج يعني رطبه بزاف وكتقطع. كما كتشوفوا بحال الا كان باطيشه هكا صغيره، حنايا نقطعوها غنديروها بواحد الطريقه اوروبيه غير على جوج، وغنخليوها هكا باش ما تمشيناش في الطياب كامله. على هذه الطريقه ثم غنحتاجو من هنايا بحال جوج الناس ولا ثلاثه، هنايا غنحتاجو غير جوج هكا قطعه صغيره. طريقه عاديه بحال دائما، وضروري يعني تسلق في الزيت في الاول مع البصله. شويه البصله ما نكثروش، نورمالمون الحوت ما كيديش بصله، ولكن فوي دو مير كيديروا ليه لاب، وضروري شويه المذاق. اكسترا الحوت كيجيو مزيان من التوم، ولكن الا تعديتي عاود راه يقدر يخرج لك عاود فيها الريحه ديال التوم. اربعه ومالك؟ اربعه ومالك؟ اربعه اربعه. اسيدي ما قلنا والو، غنكثروا لك التومه. التومه التمر والحوت والبحر. الحر هو خذيت الحمراء كاع، هذه اللي حاره بزاف، ولكن هذا خص الواحد ما يتعداش عاود غير شويه. بركه صافي نجا البركه عندك يخرج عاود ما تقدرش تاكله. سو شويه ديال الاعشاب غير هادشي. هنايا غنبداو دابا بالبصله والثومه والحار يتسلق في الزيت يعني، ومن بعد الماتيشا ومن بعد الربيع. كما كتشوفوا الماء خصو يكون طايب، مازال بقى له شويه باش الشباغيتي ملي غترميوها فيها دغيا غطيب نص وغتطفى، ومن بعد غندخلوها في الماء بارد باش ما تزيدش الطياب، لان الا خليناها هنايا غتكمل الطياب وغتبقى رطبه. وهنايا الشباغيتي اللي استعملنا اليوم هي باريلا، هذه واحد شركه عاود دوريجين ديال الشباغيتي كتستعمل يعني شباغيتي مزيانين، ولكن كاين شركات اخرين اللي عندهم دوريجين. المهم خصو يكون
بحال كتشوفوا السميده ديالها مغلوقه شويه ماشي بيضه. هات فايزن. هنا غنستعملوا شويه زيت الزيتون وشويه ديال الزيت العاديه باش ما تجيش فيها النسمه ديال زيت الزيتون بزاف. كما كتشوفوا الثومه والبصله نخليوها تشحر مزيان باش يمشي ليها شويه ديال المذاق ديال الثومه والبصله. حنايا غنبداو بالكالامار لانه هو اللي كيتعطل اكثر من الاخر. غنطبقو ليه المياه دو فويل يعني اللي مخلوطه الريحه طالعه. دابا غنرميو معاه الجامباس ملحة ونشوية الخبز. نديرو زعفران سلام ما ماتيشا شوية الماتيشا عيشة كما كيقولوا ليه. دابا غنزيدو محر البحر هما الاخرانيين لان ما كيحتاجوش بزاف ديال الطياب. ومن بعد الاعشاب اللي كاين بحال هكا بارك عليك. شويه البزر شي اللي كاين شي اللي كاين. دابا هادو هو زعما لاصوص اوريجينال ديال فوي دي مير اللي كتستعملوه في ريستورانت هنايا في المانيا وفي ايطاليا. هي اصلا الاصل ديالها من ايطاليا كما كتشوفوا. دابا الماء طايب غنديروا فيه شويه الزيت و غنرميو فيه سباغيتي كما كتشوفوا. نفرقوهم هكا شويه وغنخليوهم يهبطوا. شوية الملحة كما كتشوفوا 10 الى 15 دقيقة كطيب دغيا الشباغيتي. ومن كتجربوها هكا كتقطع صافي عرفتوا بلي راه طايبة. دابا غنقلعوا ليها الماء وغنديروا لها في الماء بارد باش ما تزيدش طيب. كما تشوفوا دابا قلعناهم الماء وهما طايبين مزيانين نص طياب و غنشحروه شويه في الزبده نديرو شويه د لاصوص من هنايا للمذاق والكولور. صافي هما سباغيتي كاملين كما كتشوفوا. Thank you.
شيء شيء على البحر ليك على البحر صافي حنا بقاو ناكلو نشدو العينين ونتخيلوا راسنا في البحر وحنيا كما كتشوفوا هذا هو سباغيتي متمارس فوشت يعني فوي دو مير سهله طريقه سهله جدا ودائما كياكلوها زعما يعني الناس بزاف وكما كتشوفوا مع الحوت وفوي دو مير كتجي واعره كنتمنى لكم كوتنا بيتيت شاي طيبه واللي عجبت له القناه وعجبت له الطريقه يخلي لايك ويخلي سبسكرايب ويبارطاجيه مرة أخرى إن شاء الله باش يوصلوا الجديد.